صباح الخير عن جديد. تعتبر الأسرة الحجر الأساس بتكوين المجتمع ونشأته، وبما أنه عم نعيش بزمن تغيرات الأوضاع العادية للمجتمع، كمان عم نعيش تغيرات للأسرة اللي عم بتكون في تغيرات ببنيتها ووظائفها وأدوارها كمؤسسة اجتماعية بالبلد. معنا اليوم بالاستوديو الأب رامي حجار، راهب مخلصة، تنحكي معه عن العائلة بالمجتمع، أهميتها وأبرز التحديات اللي عم تواجهها. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. اليوم الحمد لله ماشي الحال؟ كله ممتاز. كله ممتاز. بس نحكي عن العائلة، يعني دايما منصير نقول العائلة هي المجتمع الصغير بقلب المجتمع، يعني المؤسسة الاجتماعية اللي من وراها بينبنى الأجيال الجديدة كرمال المجتمع يطل متطور ويتقدم لقدام. أدي أهمية العائلة بالمجتمع ككل بشكل عام، وليه هلأ عم نواجه تحديات كرمال نحافظ على هالعائلة وهالمؤسسة؟ عائلة صحيح هي أهم ركيزة للمجتمع. من خلال العائلة المجتمع بيبنى، مش بالعكس، مش المجتمع اللي بيبني العائلة، العائلة هي اللي بتبني المجتمع. لما نحكي عن المجتمع كعائلة كبيرة نطلع منلاقي مجتمعات غربية، مجتمعات شرقية، مختلف أنواع المجتمعات، حتى منلاقي مختلف أنواع الحضارات الموجودة على مر التاريخ. ولكن مفهوم العائلة هو الوحيد اللي ما بيتغير. اللي بيتغير هي طريقة تعاطي أفراد هيدي العائلة مع المجتمع اللي حواليهم موجود. نحن وصلنا بالعصر اللي موجودين فيه حاليا، العصر كثير عم بيأثر على العائلة، بطلت بالعكس، مش العائلة كيف بيتربوا عم بيطلعوا المجتمع، صار المجتمع هو اللي عم بيربي العائلة. المجتمع هو اللي عم بيربي البي، المجتمع عم بيربي الأم، المجتمع عم بيأثر على الأولاد. صار بدل ما تكون تربية بيتية، تربية الأسرة، ولكن صار هلأ حاليا التربية صارت عم تكون تربية المجتمع. كيف المجتمع عم بيكون مكون، كيف بهالتكنولوجيا الكبيرة الموجودة الولد عم بيتأثر. مش بس الولد صار عم بيتأثر، إنما التأثير صار أيضا من الأب والأم. صار البي عنده عالمه الخاص، شيل الشغل على جنب والأمور يلي بيهتم فيها، ولكن البي صار عنده اهتماماته الخاصة وعالمه الخاص من خلال التليفون اللي موجود. وأيضا للأم بطل في عندها الاهتمام مثل ما بنفهم قبل. أكيد مع تطور مفهوم المجتمع، مع تطور العلم، صار الامرأة عم تتطور اكثر، عم تتعلم اكثر، صار داخله بالمجتمع اكثر، صارت فعاله بالمجتمع اكثر، ولكن صار عندها عالمها الخاص ايضا. وهذا العالم الخاص بعيد عن العائله. لما العالم يكون بعيد، العالم الخاص يكون بعيد عن العائله من الاب والام، صاروا الاولاد هن اشخاص عم بعيشوا معنا، بطلوا الاولاد اشخاص نحن عم نسهر على تربيتهم. ولا الاولاد هن مصدر اهتمامنا الوحيد. مزبوط، مش التركيز على الاولاد بس، في عنا صار العديد من الديستراكشنز او المحلات اللي بنلتهي فيها، ما بقى عم نركز كمان على العائله كمجتمع تنقرب لقدام. صحيح. بس بدنا ان كل واحد يهتم بشؤونه الخاصه، كل واحد يطلع بشؤونه الخاصه. والعائله بتجي انه خلص يلا الامور منيحه، ما في مشاكل، الكل عايش، الكل ماشي حاله، بطل في اهتمام خاص بمشاكل بعضنا البعض. هلا كونك كاهن ابونا كمان عم بتشوف وعم بتتابع كمان حياه المتزوجين والعائله بشكل عام كمان، وعم بتشوف كيف عم تتغير هيدي الاسره ووضع الاسره كمان مع الوقت اللي عم نعيشه هلا، شو مفهومك للوضع الحالي والواقع اللي عم بتعيشه العائله اللبنانيه هلا؟ العائله اللبنانيه عم بتعيش بهذا الصعوبات، والعائله المسيحيه اذا عم نحكي بشكل خاص كمتابعه شخصيه لالهم ايضا عم بعيشوا هيدي الازمه اللي نحن عم نشوفها، اللي بلشنا نحكي عنها من خلال المجتمع. الاهتمامات، الأولوية الموجودة بطل السهر على التربية المسيحية، بطل السهر على التربية، حتى التربية البيتية من خلال التعليم، صار التعليم بطريقة أو بأخرى خلص الأمور ماشية، الأولاد بيفهموا أكثر، الأولاد ماشي حالهم، بطل في هالقعدة يلا رجعنا من الأشغال، رجعوا من المدارس، تعطي نقعد مع بعض، صار في اتكال على المدرسة أكثر من صحيح. بطل البي يسأل كثير أنه شو في مشاكل عم بتواجهها الابن أو البنت بقلب المدرسة، في شي مشاكل مع الأساتذة، في شي مشاكل مع التلاميذ، عم بتقدم هالتطور، عم بتقدم هالعلم، بطل فيها الاهتمام. حتى لو إذا تم السؤال سألوا الأولاد بيكون بس عم بيسألوا تيفتحوا موضوع معهم، ولكن هالموضوع بطل هو الأساس، صار عم بيطلعوا أنا اليوم كيف بدي كمل حياتي الخاصة، صرت مرتبط بالتليفون. بطل التليفون هو وسيلة للتواصل، صار التليفون صار حياتنا التليفون، وصار
إذا بدنا نقول كمان مهرب من الحياة الطبيعية. مش بس حياتنا صار أيضا صار في التزام، يعني التكنولوجيا فاتت على الإنسان بطريقة خلته يلتزم فيها. أوقات واحد بيتعلق بجيم، بتكون هيدا الجيم أنا بدي أخلص المراحل، أنا بدي أوصل لهون، بدي أوصل لهون، أنا كل ساعة لازم فوت أعمل شيك أب على الجيم كرمال أتطور أكثر، يطلع لي إشي أكثر، إذا كل ساعة بكون أنا عم بربح أكثر. صار مش عم نحكي عن عمر صغير، قبل نعرف البلايز، نعرف الأتاري على أيامنا، ونعرف الألعاب يلي معروفة بوقتها، ما كان فيها الالتزام، ولكن هذا الالتزام اختفى كليا، هذا الالتزام مع العائلة اختفى كليا. هذه التربية الدينية، حسب ما نقول مسيحية، التربية الدينية بقلب البيت أيضا بطلت كتير مصدر أساسي لنكمل. صار الإنسان إذا بده يربي أولاده على القيم يلي هو تربى عليها، على القيم المسيحية أو حسب مختلف الأديان، على هيدي القيم اللي المفروض الواحد يربيها، بطل هيدا الأهمية، بطل هيدا الهدف، أنا بدي أخلي ابني هيك يصير، أنا بدي أخلي بنتي هيك تصير، أنا هيك بدي يكون تعاطيه مع زوجتي، أنا هيك بدي يكون تعاطيه مع الرجال اللي معي اللي أنا تزوجته وحبيته. مفهوم المحبة صار تعايش، بطلنا عم نحكي هيك عائلة تقعد مع بعض البعض، صرنا عم نحكي تعايش. اجوا من الأشغال، راحوا من مع المدارس كذا، خلص إقامة، صار الكل صارت إقامة، صارت الحياة اليومية روتين، ما بنشوف أولادنا، ممنوع يمكن قبل الضوء تنروح على الشغل، أو أولادنا بيروحوا على المدرسة ما بنشوفهم كل النهار، وبعد الظهر بنرجع من الشغل نكون يا تعبانين يا معصبين، أو أولادنا عم بيدرسوا ما فيها الانتراكشن بقى، أو بنرجع على البيت مأخرين بكونوا الأولاد نايمين للأعياد أو للويك أنت نشوفهم ساعة أو ساعتين. حتى لو عم نشوفهم مش عم بيكونوا مصدر الاهتمام، هلا حتى لو عم نلتقى فيهم مش هن عم بيكونوا مصدر الاهتمام، صار مصدر الاهتمام هو الخاص. اليوم عم نشوف أبونا، يعني نحن بنعرف الأسرة كمان في الاحتياجات البيولوجية، إن كان الأهل تيهتموا بأولادهم يأمنوا لهم إياها، والاحتياجات الأمنية أكيد، ولكن اليوم صار في كتير أشياء أكتر، وأكيد عم نحكي كمان عن التغيرات اللي صارت بالعالم بالبلد بالأسرة بحد ذاتها. أدي هول التغيرات السريعة اللي عم نواجهها بالعالم عم بتأثر كمان على زعزعة الحياة الأسرية بشكل عام. هذا الخوف يلي عم بينبنى بالمجتمع، الخوف من المستقبل، الخوف من الوضع الحالي، العصبية اللي عم بيعشوها الأهل، بطلت هيك حياة سلامية، عم بيكون الأهل مبسوطين، نطلع سوا، منجزر سوا، نبرم سوا، منمشي سوا، بطل في هاي الحياة الأسرية الهادية السلامية الحلوة الرايقة يلي الكل مع بعضه بيمسك إيدين بعضه وبيمشوا. صرنا عم نحكي عن خوف، صار الأمور الأهمية، الأهمية الحالية الموجودة هو نسمع الأخبار. مزبوط، نسبة عن الأخبار، والأخبار كلها بتخوف، والأخبار كلها تشاؤمية، والوسائل الإعلام على طول بتركز على الأمور اللي فيها تشاؤم أكتر وبتكبرها للخبرية، ومنصير نحن نتأثر أكتر كمان. صحيح، صراحة إلي اليوم الطقس عاطل جدا، وبيروت رح تغرق، وصلنا بكير كثير، فلهالدرجة التأثير الإعلامي اللي موجود عم بيأثر على النفسية. بطلت هذه النفسية الموجودة نفسية حلوة، أنا هادي، أنا مبسوط، أنا مرتاح، هذا السلام الداخلي الصراحة اختفى عند جميع أفراد الأسرة. جميع أفراد الأسرة، البي صار عم بيطلع أنا كيف عندي أولويات، أني أنا بدي أعيش، بطل عنده أولويات أنا بدي ربي. الأم صارت عم تطلع أنا بدي روح كمان أشتغل، ما بقدر أقعد ربي أولادي مزبوط بالبيت، أقعد علم أولادي، أقعد أعلمهم كيف لازم يكونوا بالحياة، يطلعوا الناس بشباب وصبايا بالمستقبل، قدوة بالمجتمع. صار لا، صار كمان الأم صار عتفتش على الشغل، لما الكل هيك نق، والكل زعلان، والكل متضايق، والكل بعصبية، ما رح تيجي تربى يتربوا الأولاد بهدوء بنعيم بسلام داخلي. أوقات العائلة الأولاد لما يربوا بهذا النمط ببطل في عندهم السلام الداخلي، ببطلوا قادرين بالمجتمع يكونوا هن مبسوطين، عطول خفانين، عطول مزعوجين، عطول متضايقين، عطول في رعب من المستقبل، وعطول ما نفكر أنا كيف بدي أطلع من الوضع القائم، بدل ما أكون أفكر أنا كيف بدي أبني حالي بالمجتمع، أنا كيف بدي أسقف حالي، أنا كيف بدي أكون قدوة لإلي، أنا كيف بدي أبني المستقبل، صرنا نطلع المستقبل عاطل وعاطل وما بيسوى، وحروب ومؤاسة وكذا. بطلنا على المستقبل، أنا بدي أبني عائلة، أنا بدي أتعرف على شريك انبسط معه، ربي عائلة مزبوطة، عائلة مسيحية. بطل فيها الاهتمامات، تغيرت الاهتمامات كليا.
هل بتعتقد أبونا أنه انفتاحنا شوية كمان على الثقافة الغربية أثرت بهذا الموضوع؟ لأنه دايما كنا نقول بالشرق عنا أكيد مبادئ الأسرة اللي هي كمان بعيدة شوية عن الغرب، اللي بس يوصل الولد لعمر 18 سنة بده يصير عايش لحاله أو بده يبعد عن أهله ويمكن يعيش بغير منطقة. نحن بعدنا كنا بلبنان عنا شوي التعلق أكتر بالأهل، الولاد يضلوا قراب من أهلهم لعمر أكبر يمكن. هل تعتقد هذا الانفتاح أثر كمان على الموضوع؟ ما بحب نعطي حجج، يعني ما فينا نقول أنه بسبب الغرب نحن هيك، نحن كنا عايشين بأفضل حالاتنا ولكن بسبب الغرب، بسبب تحولات الغرب نحن صرنا هيك. العالم كله فيه يتغير، بس إذا أنا إرادت أني أنا ما بدي أتغير، أنا بدي أكون أفضل مثل ما أنا هلأ موجود، مثل ما أنا تربيت، هذه الإرادة بنقدر نبنيها بالبيت. ما في أنا أقول العالم الغربي هو هيك أو العالم الغربي نقل لي هالتكنولوجيا العاطلة لهون، ما فينا نحط الحق على العالم الغربي، لأنه كل إنسان هو حر. أنا اليوم بحريتي قادر ربي عائلة مسيحية ممتازة، بحريتي قادر أتمسك بالقيم المسيحية اللي هي اللي بتوديني لمجتمع أفضل. ما بدي أجي أطلع الغرب، هاي اللي بلشنا فيه بالبداية. المجتمع ما منخلي المجتمع هو يؤثر علينا، مش المجتمع اللي بده يبني العائلة، العائلة هي اللي بتبني المجتمع، ولا الغرب هو يلي بده يبني العائلة اللي أنا موجود فيها بالشرق. أكيد الأمور الإيجابية لازم ناخدها، التكنولوجيا اللي قدمت لنا إياها الدول الغربية لازم ناخدها، كل هذه المفاهيم الإيجابية والتطور والتكنولوجيا نحن لازم ناخده، ولكن الأمور السلبية وأمور السيئة للغرب تبقى بالغرب. لازم هن يتشبهوا فينا قبل ما نحن نتشبه حتى فينا. ما فينا نقول في نعمم الأمور، لا، بالغرب أكيد. في عندهم حياة مسيحية أيضا حلوة، في عندهم حياة بيتية أيضا حلوة، ما بدنا نقول الغرب عاطل، نحن منيح وعم نتأثر من الغرب أبدا، لا، في قيم اللي هي موجودة، الإنسان هو إذا عم بخلي المجتمع اللي حواليه هو يتأثر فيها أو لا، فهيدي إرادة شخصية، مش قد ما كان التأثير خارجي ما بدنا نحط الحق على الآخرين. بعدنا نحن قادرين نحن نقوم باللي بدنا إياه، مش تكون متأثرين. ما في شيء بيمنع، لأنه بعدنا عايشين بالمجتمع الشرقي نحن. أبونا اليوم كمان عم نشوف العديد من الزواج عم بيكونوا كمان مبنيين على نوع من إذا بدك تعتبر أكتر بزنس، صاروا العالم يشوفوا مصالحهم، يمكن بعالم شوي اختفى منه الحب. هل هذا الشيء كمان بيأثر على بناء العائلة السليمة؟ لأنه عم نشوف أشخاص يمكن عم بتقلك أنا بدي أتزوج كرمال بس أنه أضمن مستقبلي، مثل ما كنا عم نحكي هالخوف والقلق، وفي عالم بعدها بتقول لا، على الخبز والزيتون مهم حبه للشخص. هذا الشيء بيأثر كمان على الولاد وعلى العائلة ككل؟ مفهوم العائلة هو مفهوم الرباط، رباط المحبة الموجود. هذا الرباط اللي بيكون موجود لما الرجال والمرأة بهالمحبة يلي بتجمعهم، يلي نهار تزوجوا فيه، نهار الاكلية تزوجوا فيه، تعهدوا بهاي عهد المحبة الموجود، وهذا الرباط الله موجود بهذا الرباط الثنائي، هو رباط ثلاثي بين الرجل والامرأة والله يلي بيجمعهم. ولما يفوت العنصر الثمرة تبع هيدا المحبة يجوا الأولاد، فصار في عنا هون محبة ثلاثية ووسطها هو الله. لما الإنسان يطلع ويبلش يحط عينه لبرا، لما الرجال بطل عينه صوب المرأة والولاد، لما تكون عينه صوب برا عم تفقد في رباط أساسي عم بيروح من الأسرة. لما المرأة أيضا اهتماماتها واهتماماتها الشخصية واهتماماتها اليومية صارت برا البيت، ما عم نحكي عن الخيانة، الخيانة أكيد لما تكون خيانة دغري انقطشت العائلة، هذا الموضوع، ولكن عم نحكي، ولكن كاهتمام إذا الرجال اهتمامه بأصحابه، إذا الأمرأة اهتمامها بصديقاتها، إذا الأولاد هن عطول مرتبطين بالأهل، إذا الأهل ما قدروا ضبطوهم مزبوط الأولاد مش حيكونوا عم بيعيشوا بحسب ما العائلة بدها تربيهم، صاروا عم بيعيشوا بحسب المجتمع والأصدقاء يلي على الأغلب أصدقاء السوء هن يلي عم بيتعرفوا عليهم. لما يتعرفوا أصدقاء السوء ما فينا نرجع نجي نقول هيدي العائلة مفككة أو هيدي العائلة وين مشكلتها، مشكلتها لما الأولوية الرجل ما تكون العائلة، أولوية الأمرأة ما تكون العائلة، وأولويتهم مع بعضهم ما يربوا الأولاد تربية مزبوطة، هون بتكون عم نحكي عن المشكل. فالمشكل أكيد رابط المحبة، لما الأولاد يشوفوا أهلهم بحبوا بعضهم، لما الأولاد يشوفوا أهلهم بيهتموا ببعضهم البعض، لما الأولاد يشوفوا أنه أهلهم حتى لو عم بعيطوا عليهم ولكن بحبوهم، عم بعيطوا عليهم لأنه بحبوهم، نحن هون من قاصصك إذا عملت غلط ولكن إذا عملت صح نحن منحبك، نحن منكافئك. فعطول هذا الرباط لما يكون في دهرة عائلية، لما يكون في قعدة عائلية، لما يكون في غدا عائلي، لما يكون في
كل شيء مربوط ببعضه البعض. نشوف هذه الوحدة العقلية الموجودة، ساعتها البرة موجود، أكيد الرجال لازم يكون عنده اهتمامات خارج العائلة، ولكن مش الأولوية، الأولوية أكيد للعائلة. والامرأة كمان اهتماماتها لازم قادرة تكون عندها أصحاب. ما بقول أنا الرجال يترك أصحابه والمرأة تترك أصحابها، ما حدا يقدر يبقى مع حدا أبدا. ولكن الأولوية هي للعائلة، أولوية للعائلة ولرباط المحبة الموجود. وهذا للأسف شيء عم نشوفه، يعني عم بينفقد أكثر وأكثر، إنه بتلاقي عالم تجوزت ولكن ما أولويتها العائلة أو العلاقة الزوجية، وبتكون إنه يمكن هلا وصلت العمر لازم أتزوج، ولكن مش بتكون 100% مركزة على هذا الموضوع. كمان عم نشوف يعني العديد من الآباء والأمهات بهذا الوضع بيقولوا لك أولوية الشغل لأنه بدي أعيش ولادي، ولكن هي الأولوية الولاد لازم تكون، والشغل اللي هو اللي تنقدر نعيش الولاد. هون لازم ناخذها بهذا المفهوم كمان. تفضل. هو خوفها من المجتمع، يعني أوقات في أكاليل بتتم بين رجل وامرأة، يلا قربت صرنا على 30، طلعنا من 30، يلا الأهل ضغط المجتمع، أول شخص بيطلع بوجهي أنا بدي أقبل فيه. وكمان الرجال بالأول بكون حاطط مواصفات كثير كبيرة، بعدين مع العمر نبلش نصغر نقلل هالمواصفات. مزبوط. طب الأخير مين مكان بس خلوني أنا قدام المجتمع أكون مرتبط. ولكن أيضا مش الهدف هو الزواج، الهدف هو المحافظة على الزواج. إذا صار في زواج، إذا صار في زواج ما كان مبني على أسس محبة مضبوطة، فهذا الزواج رح يتدمر. لأنه كل زواج، كل رباط ما بين رجل وأمرأة رح يمر بصعوبات، بصعوبات كتير، صعوبات اللي حكينا عنها، اقتصادية، اجتماعية، تربوية، مالية، كل هالأمور رح يمروا فيها، ما حدا ما بيمر فيها. قد ما كانت المحبة كبيرة، ولكن هذه الصعوبات رح يمروا فيها. لما يمروا بهذه الصعوبات، إذا ما في رباط المحبة اللي على أساسه اختاروا بعضهم وقرروا انه نحن ما نعيش بالسراء والضراء، مزبوط، مش كل وقت رح يكون سراء ولا كل وقت رح يكون ضراء، ولكن ما نعيش مع بعضنا البعض، يلي بيخلي هيدي العلاقة وهيدي العائلة تكمل لقدام بطريقة ما تتدمر، هو هيدي المحبة. كل شيء الصخرة هي المحبة، صخرة العائلة هي ركيزتها المحبة. لما كل الأمور تنبنى على المحبة، كل الصعوبات بتجي وبتروح، بتخانقوا يوم يومين جمعة، ولكن رباط المحبة الأساس موجود، هو اللي بيرجع بيجمعهم. وهذا كمان بيأثر على الأولاد، يعني الأولاد بس يشوفوا مشاكل كل الوقت بالعائلة بحسوا في عدم استقرار وفي خوف، ولكن لما يشوفوا انه الاهل او الام والبي عم بيكونوا متفاهمين وعم بيقعدوا يحكوا بالمشاكل، بيتعلموا كمان كيف هن لازم يكونوا بالمجتمع، وبياخذوا هذا الشيء كمثال لهم. ودائما لما يجوا الاولاد يقولوا لبيهم مثلا بدي فرجيك شيء او بدي احكيك بموضوع، ويقولوا البي انا ما لي جلاده او مش هلا، هذه بتاثر كثير بالولد. يعني نحن يمكن عن جد بنكون مش فاضيين بوقتها، ولكن بتاثر على الولد، ببطل يجي مره ثانيه ويجي يحكي بهذا الموضوع. صحيح. وهذا اللي بياثر، بيعمل تداعيات. ابونا، شو ارشادات الكنيسه بالتحديد كرمال نخفف من خطوره هذا الموضوع، او كمان نكون عم نرشد الاهل او الزوجين بالطريق الصحيح كرمال يكونوا عم يبنوا عائله دينيه مضبوطه؟ هذه العائله المسيحيه المضبوطه اللي بتنبنى هي كل الامور اللي حكينا عنها، اولويه المحبه، أولوية الاهتمامات الداخلية ضمن العائلة، ضمن هذا الرباط الثلاثي الموجود بوسطه موجود الله، هذا ثاني اهتمام. ثالث اهتمام بده يكون مع الأولاد. الأولاد هن نحن كيف منعلمهم هن بيربوا. نحن إذا حطينا لهم السلام الداخلي، حطينا لهم المحبة، الأولاد رح يربوا بمفهوم المحبة. نحن إذا كان في تجاهل مع الأولاد، الأولاد مع الوقت رح يصيروا يطلعوا بالأهل هو عائق قدامهم. رح يصيروا يطلعوا بالأهل نحن ما منحبهم، ما بيعني لنا شيء، بينا ما بحبنا، هيك كان قلنا، هيك كانت عطا معنا إمنا، ولا مرة إجت عطيتنا شيء أو بستنا أو كذا. نحن عايشين بس عايشين مثل مزبوط. ما مثل ما عايشين مع بعضنا هيك فقط. ما في هالمحبة. لما يشوف الولد أنه أنا بالمشكل اللي بوقع فيه، إذا أنا رحت عند بي عيط علي وضربني وقصصني مرة تانية، مش رح رحنا عنده. وأيضا البنت رح خبي عليه، رح خبي عليه، ورح أوقع بمشاكل أكبر بكتير. مزبوط. وهذه المشاكل أكبر بكتير بكون عم دمي العائلة. مزبوط. فكل العائلة ما نحكيها، الرجال لازم ياخد دوره كأب وكزوج، الأمرأة بقى تاخد دورها كأم وكزوجة. ما فيها الأمرأة تاخد دور الرجل ولا الرجل ياخد دور الأمرأة. والأولاد لازم ضلنا نحن نفكر هول هن الثمرة تبعنا، هول هن الأولوية تبعنا. قد ما قطعنا بالشغل بمشاكل، قد ما قطعنا رجعنا نهارنا كان كتير عاطل، ما خص لأولادي يشوفوا أنه نهارنا كان عاطل. ولا أنا بدفش خلقي بالأولاد أو بالشريك اللي أنا عايش معه.
الشغل له صعوباته، منحل الشغل بصعوباته بمكانه. البيت هو مركز للمحبة، مركز للوئام، مركز للوحدة، مركز لحل المشاكل، مزبوط. مركز للقاء. هذا بده يكون البيت. البيت ما بده يكون مركز للمشاكل، ولا نفش خلقنا يكون هو هذا البيت. فإذا أنا مش قادر فش خلق بالشغل، مش بدي فش خلق بقلب رباط. روح أعمل سبور أو روح أعمل شي شغلة فش خلق فيها وارجع أجعل أولادي وقعد ألعب معهم أو أتسلى. بس ما ننسى معهم الاهتمام، أكيد نكون مركزين كمان. يعني مثل ما بنقول عادة، واحد تيتزوج هين كتير، ولكن تيكون زوج أو أب أو زوجة وأم أصعب بكتير. فمنا الخبرية بس أنه تزوجنا والله بيدبر، لا، بدنا نكون مسؤولين كمان عن الشيء عم نعمله، مسؤولين عن شريكنا، عن عائلتنا وعن أولادنا، وألا ما نقوم بهذه الخطوة من الأساس. بدي أشكر كتير الأب رامي حجار راهب مخلصي، يعطيكم ألف عافية. بنعرف قد الكنيسة كمان عم تكون حريصة على يعني تأهيل الزوجين قبل ما يقوموا بهذه الخطوة، وكمان حريصة على الأولاد بس يكونوا عم بيكونوا بعائلة سليمة وتكون عم تتابعون أكتر وأكتر. مرسي كتير. شكرا جوزيف، شكرا للجميع. أهلا وسهلا فيك. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد فاصل قصير.